الصناعة مش كلام هتقوله ويحصل، الصناعة حلقة متكاملة، مش مجرد مصانع وعمال، الصناعة قرار. وكان القرار إن الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الإنتاج. القرار كان صعب لأنك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة، بالعكس محتاج قرار في مجمعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات إنتاج ونقل. تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلا والقروض الصناعية، لا الدولة يعني مهتمة جامد أو بالصناعة. لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها، وحطينا حلول للمشاكل، وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الإنتاج. إجمالي حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه. يمكن الرقم ده يكون هو إجابة سؤال بعض الناس عن إيه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة، والإجابة بتكمل بمبادرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتنمية المشروعات الصغيرة ب 46 مليار جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مش بس كده، لا كمان منح بقيمة 3.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت ل 56.5 مليار جنيه. الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه، وانشأنا 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت ل 10 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، والإنجاز مستمر، وقدرنا نرجع ونطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسيج، وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصلب. ومش بس كده، وطننا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة. كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت، وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف. ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية. الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية، ولأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة، اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة. علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي. مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات، ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستيراد. الدولة واجهت الأزمة وفكرت وقررت إنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير، وعلشان كده ظهرت مبادرة ابدأ اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصنيع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجستي والمادي. وبدل ما كنا بنصدر ثرواتنا خام لغيرنا عشان يصنعها، بقينا نصنعها احنا ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا. الباص ده مكتوب عليه الصنع في مصر، الجملة اللي بقت متداولة في الأسواق العالمية. مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم، وده يمكن قدر إنه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار، ولسه الرقم هيقل أكتر طول ما مصانعنا شغالة. وصلنا بالقطاع الصناعي انه يساهم ب 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كل الارقام يمكن تفهمها اكتر لما تعرف ان قطاع الصناعه في مصر مشغل اكتر من 3.7 مليون مصري. التطور الكبير في الصناعه خلانا نقدر نصدر ب 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصريه في 2022، بزياده 61.3% عن 2014. والحلم مستمر اننا نوصل هدفنا ل 100 مليار دولار صادرات مصريه. ملف الصناعه المصريين عملوا فيه معجزه ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع، لكن كان هدفها الاكبر انها ترجع مصر على خريطه الصناعه في العالم.